أول ناس في العالم يخلفوا الفطرة، يلغوا الحياء بينهم، يكرهوا الطهارة والعفة، ما يهمهمش غير نفسهم وشهواتهم، ومش مهم أي حاجة تانية. مش بس ما بيتقبلوش النصيحة، دول بيكرهوا اللي ينصحهم. بس كان زيهم زي غيرهم من المجرمين على مر العصور، مصير مكتوب وميعاد متحدد، أول ما يجي مفيش مفر منه وما ينفعش ندم، العقاب بيبقى شديد. القصة كلها بدأت من قرية سدوم في منطقة البحر الميت، وبيقال إن البحر الميت هو مكان المدن اللي كان فيها الناس دول. الموضوع بدأ بإن القرية دي كان فيها زراعة كتير وثمار وخير، وكان بعض الناس لما بيعدوا عليها بياخدوا من الثمار دي ويمشوا، وفي فترة كده أصابهم القحط، فأهل القرية قرروا إن محدش غريب ياخد حاجة من زرعهم تاني، وحطوا قانون إن اللي يتمسك وهو بياخد حاجة يتعمل فيه الفعل الشنيع ده، وده من باب التخويف ليه ولغيره يعني، بالإضافة لغرامة مالية يدفعها. بس يظهر إن كان في حد سامع خطتهم دي، وانتهز الفرصة علشان ينشر الفكرة ويغرقهم فيها، هو الشيطان. وبالفعل بدأ تنفيذ خطته، اتشكل في صورة صبي شكله جميل جدا، وراح ياخد من الثمار بتاعتهم فمسكوه، ولاحظوا عليه إنه بيدفعهم إن هم يعملوا فيه كده، يعني كأنه عايز ده وزين لهم الموضوع على الآخر. المهم حصل اللي حصل، فبعد ما خلصوا عجبهم اللي عملوه، وبدأ الموضوع يتحول من عقاب للصوص من وجهة نظرهم لفعل عادي جدا بينهم. ومع الوقت الفكرة انتشرت أكتر وأكتر، لغاية ما اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وما بقوش يتجوزوا، ده لدرجة إن ما بقاش فيه زنا حتى، هو كل نوع مكتفي بنوعه بس كده. فربنا بعت لهم سيدنا لوط يبلغهم الرسالة إن اللي بيعملوه ده حرام وأخرته وحشة. لوط عليه السلام يبقى ابن أخو سيدنا إبراهيم، آمن معاه وهجروا للشام مع بعض، وده وفقا لبعض الروايات والله أعلم. سيدنا لوط حاول معهم بكل الطرق إنه يبعدهم عن الهلاك، لكن هم أصروا على أفعالهم وكرهوا سيدنا لوط، لدرجة إنهم بقوا عايزين يعاقبوه بإنهم يخرجوه من البلد هو وأهله. بتهمة إيه؟ بتهمة إنهم بيتطهروا. شوف الفكر، يعني بالنسبة لهم اللي بيتطهر ده أو فطرته سليمة، وجوده بينهم بيضايقهم، سبحان الله. ففضلوا متمسكين بأفكارهم وأفعالهم لغاية ما ربنا أصدر الحكم. نزل للأرض ثلاث ملايكة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. ما راحوش لسيدنا لوط مباشرة، راحوا الأول لسيدنا إبراهيم. في الأول طبعا معرفهمش، فراح جاب عجل وشواء علشان يضيفهم، فلما قدم لهم الأكل لقاهم ما بيمدوش إيديهم للأكل، وده بالنسبة للعرب حاجة تخوف، لما تجيب لحد أكل وتلاقيه ما بيمدش إيديه عشان يأكل، فده معناه إنه ناوي على حاجة. فلما سيدنا إبراهيم بان عليه الخوف منهم، قالوا له هم مين وجايين علشان إيه، وبشروا زوجته كمان إنها هتخلف. القصة دي كاملة في الفيديوهات في الصفحة. المهم سيدنا إبراهيم حاول يشفع لأهل القرية دول، ويطلب من ربنا إن يبقى ليهم فرصة تانية على أمل إن حالهم يتصلح، لكن الملائكة قالوا له إن مصيرهم اتحدد خلاص ومفيش مفر، فخرجوا من عنده واتجهوا للقرية. وهناك وقفوا عند نهر، لقوا عنده بنت بتملى مية، والبنت دي كانت بنت سيدنا لوط، فسألوها عن أقرب بيت. طبعا هم معاهم أمر من ربنا وعارفين رايحين فين وليه، لكن ده من باب إعلام سيدنا لوط عن وجودهم كضيوف قبل ما يدخلوا عنده، فقالت لهم استنوا مكانكم وما تدخلوش القرية إلا لما أرجع لكم. هي طبعا عارفة اللي ممكن يحصل من أهل القرية، فراحت للبيت وقالت لسيدنا لوط في ضيوف على باب المدينة ما شفتش وجوه أحسن منهم. هي طبعا خافت أهل القرية يشوفوهم فتبقى فضيحة، وفي نفس الوقت أهل القرية منعين سيدنا لوط إنه يجيله ضيوف رجالة، عايزين ينفردوا هم بكل جديد. المهم خرج سيدنا لوط وراح لهم وأخدهم للبيت، لكن للأسف الخبر انتشر، زوجته خرجت وقالت للناس في رجالة عند لوط في البيت ما شفتش زي وجوههم أبدا، جمال وحسن مفيش بعد كده. هي عملت ده مش علشان هي زيهم أو بتعمل أفعالهم والله أعلم، لكن عملت ده علشان هي مش مؤمنة بالقيود من وجهة نظرها، شايفة ان كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه مادام هو مبسوط وقناعته كده، وفكرة انك تقف ضد رغبات الناس دي شيء مذموم، والولاء للعرف هو التحضر بعينه، حتى لو الواحد مش من اهل العرف ده، بس لازم يعترف بيه وبالحريات. المهم اهل القرية سمعوا الخبر وطاروا على بيت لوط عليه السلام، فخرج لهم وقال لهم ما تفضحونيش مع ضيوفي. قالوا له احنا مش نهيناك عن استضافة الرجالة؟ قال لهم طيب اتجوزوا بناتي
أطهر ليكم، يقصد بنات أمته، لأن النبي بيبقى زي الوالد لأمته. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيأكد ده، وقال لهم ما فيش فيكوا راجل رشيد، فقالوا له احنا مش عايزين بناتك، انت عارف احنا عايزين ايه. فحس سيدنا لوط بالحزن انه مش قادر عليهم، وقال لو كان عندي القدرة لمواجهتكم او عندي انصار كنت منعتكم من التعدي على ضيوفي. وطبعا كان في كرب من الموقف ده ومش عارف يتصرف ازاي. في نفس اللحظة بسط جبريل عليه السلام جناحيه فأصابهم العمى، وبقوا يجروا ويطلبوا المساعدة، ونشروا خبر ان لوط عليه السلام عنده سحرة في بيته وانهم اسحر قوم في الارض. فسيدنا لوط عرف ساعتها الحقيقة. الملايكة عرفوه بنفسهم وطمنوه وقالوا له بالليل تخرج انت واهلك من القرية ومحدش منكم يلتفت حتى. عرف سيدنا لوط ان نهاية المجرمين آن أوانها، استبشر وقال للملايكة اهلكوهم دلوقتي، هو بقى خلاص مش طايقهم، عايز هلاكهم حالا. فالملايكة قالوا له احنا مأمورين بالتنفيذ الصبح، هو الصبح مش قريب؟ فعلى طول جهز سيدنا لوط حاجته واهله واستعدوا للخروج، ولما جه الليل خرجوا. زوجته فضلت مكانها ما خرجتش، فضلت لآخر لحظة متمسكة بأفكارها وبالحريات المهلكة. سبحان الله. وفي رواية بتقول إنها خرجت معاه ولما سمعت الصوت التفتت فأصابها العذاب. المهم لما طلع النهار بدأ تنفيذ الحكم. جبريل عليه السلام رفع القرية بطرف جناحه، القرية بالكامل بقت معلقة في السماء، وبعدين أسقطها على الأرض مهلوكة، ونزل مطر عبارة عن أحجار من جهنم على المكان ده. لا إله إلا الله. مشي سيدنا لوط بعيد هو وأهله بعد ما ربنا نجاهم من قرية الخبائث، وخلى القرية دي عبرة للعالم كله، مكانها لسه معروف وكل معالمها تشهد باللي حصل. في عصرنا ده اتعمل أبحاث على منطقة البحر الميت، وعلماء الجيولوجيا صنفوا المنطقة دي تحديداً إنها أكتر منطقة منخفضة عن سطح الأرض، ورجحوا إن ده ممكن يكون حصل بسبب زلزال مهول أو أجرام سماوية ضربت المكان ده أو بركان، وتصورات كتير. والبحر الميت نسبة الملوحة فيه عالية جداً لدرجة إن مفيش أي أسماك ينفع تعيش فيه ولا أي كائنات حية عموماً، وده سبب تسميته بالبحر الميت. كل الأبحاث دي اتكلمت عنها ناشونال جيوغرافيك وموسوعة جينيس وغيرهم، هنسيب المصادر كلها تحت الفيديو. في معلومة مهمة كمان لازم نوضحها، كلمة لواط اللي الناس بتستخدمها عن التعبير عن الفعل ده ما ينفعش نقولها. لوط عليه السلام نبي مرسل من عند ربنا حذر قومه من الفاحشة، فما ينفعش ان احنا نعبر عن معنى الفاحشة دي باسمه. عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم، الحمد لله على نعمة الاسلام، وربنا يديمها نعمة ويحفظنا واهالينا من فتن الدنيا ويخرجنا منها على خير، امين. عرف المعلومات دي لغيرك، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة هتنفعك ان شاء الله. سلام.